يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف للنساء في المسجد مثل الرجال؟ نعم، يجوز الاعتكاف للنساء في المسجد مثل ما يشرع للرجال، إلا أن المرأة تكون في مكان مستور من أجل أن تجلس فيه وتنام فيه، يكون في غرفة، وإلا في مكان محتجز ومستور، كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لإحداهن الخبا في المسجد فتعتكف فيه،